السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين. وتغطية قناة الأيام الفضائية مستمرة ومواكبة للأحداث التي تحصل في لبنان وعموم منطقة الشرق الأوسط بسبب الاعتداءات الصهيونية المستمرة على مختلف اليوم الدول وخاصة على لبنان الشقيق. الأخبار العاجلة التي ترد اليوم إلى وكالات الأنباء العالمية والمحلية والأقليمية تفيد أنه بدأ تقريبا وصول الدبابات الصهيونية إلى حدود لبنان الجنوبية، وحتى في بعض القرى اللبنانية تم قصفها بالمدفعية الأرضية. حنناقش كل هذه التطورات، تطورات مستقبل حزب الله، أثر استشهاد السيد حسن نصر الله على اليوم محور المقاومة بشكل عام وعلى المقاومة الإسلامية في لبنان بشكل خاص. نرحب بضيفنا الأستاذ هاشم الكندي الباحث بالشأن السياسي. أهلا وسهلا بك أستاذ، حياكم الله. عظم الله لك الأجر بهذا المصاب الجلل. الصدمة كبيرة جدا التي اليوم أثرت بشكل واضح مو فقط على حتى محور المقاومة والمحبين اليوم للحرية، حتى ناس علمانيين ممكن تأثروا بهذه الشخصية الكبيرة. قبل ما نبدأ بتغطيتنا ومحاورها لهذا اليوم، ماذا كان يمثل السيد حسن نصر الله مو فقط لمحور المقاومة، اليوم للعالم العربي والإسلامي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله رب العالمين. إلهي لك الحمد بلا ما قضيت، وإلهي رضا بقضائك وصبرا على بلائك. السيد حسن رضوان الله عليه بتاريخ معلن وفاعل وعامل كان قد نذر نفسه لنصرة الدين ونصرة المستضعفين ونصرة المحرومين ورفض الظلم. هذا هو العنوان الأول، ابتداء من طرد المستعمرين عن بلده وعن شعبه، وهذا ما تحقق في عام 2000. وبعد ذلك وقف في نصرة القضية الفلسطينية على اعتبار هي المظلومية الأكبر فيما بينهما أيضا، حيثما كان الأمر يتطلب النصرة والوقوف كان السيد نصر الله حاضرا كقائد وكمشرف وكموجه. ولعلنا إذا تذكرنا مثلا أمرين كبيرين، الأول هي نصرة المسلمين المستضعفين في البوسنة والهرسك. صحيح، نعم، كان لحزب الله دور كبير. نعم. والأمر الآخر هو نصرة الشعب السوري عندما ذهبت عليه الهجمة الإرهابية. نعم. المدعومة من الأمريكان ودول الخليج المطبعة، وحيث أرسلوا أكثر من 90 من إرهابيين من أكثر من 90 دولة. وأيضا لا ننسى الموقف الذي كان لحزب الله وللسيد نصر الله مع العراق في مواجهة المنتج الأمريكي داعش في عام 2014، والذي ذكرته مرجعية الإمام السيستاني في بيانها في نعي السيد الشهيد حسن نصر الله. في كل هذه المواقف كان سيد نصر الله شجاعا بليغا مفكرا قائدا سياسيا حنيكا صابرا محتسبا نجيبا في مدرسة محمد وآل محمد، وأيضا صادقا متواضعا مؤمنا. كل هذه الأمور لعله نال شيء قلة في التاريخ من يناله، إنه كسب حتى احترام أعدائه. صح. اليهود والإسرائيليون المستوطنون دائما ما كانوا يسمهم الذين أطلقوا عليه الصادق صادق الوعد، ما كان يتحدث إلا بالصدق في أحلك الظروف، ولعله دائما ما كان يتمثل بقول الرسول الأعظم صلوات الله وآله، الصدق من جات. ولهذا هو كان يقول الصدق
البعض يقول انه المعارك ظروف المعركة تتطلب انك لا تذكر الصدر كاملا، هو كان صادقا في كل شيء. المجتمع الصهيوني واليوم حتى الاعلام الصهيوني في فترة ما خاصة في حرب 2006 كان ما يؤمن بالاخبار التي تصدر من الحكومة الصهيونية، كان ينتظر خطابات سيد حسن نصر الله، ولهذا كان هو دقيق في هذا. حتى عندما في حينها كان هنالك اعلان انه حزب الله قتل مجموعة من الصهاينة، كذبته في ذلك الوقت رئاسة الأركان ورئاسة الوزراء الصهيونية، خرجوا بتظاهرات قالوا لهم أنتم تكذبون والصادق هو نصر الله الذي قال. فبالنتيجة رجل نذر نفسه لله سبحانه وتعالى وكان حقيقيا على الله أن يكون مصداقا للآية القرآنية أن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولعل ما حباه الله به من منزلة الشهادة بهذه الصورة التي نشاهدها اليوم، تجد في ربما أكثر من 50 بلد في العالم من يذرف الدموع بالضبط ومن يرفع الدعاء ومن يسأل الله أن يكون شفيعه نصر الله، بالإضافة إلى رفع الصور واللافتات في كل هذه البلدان. لعلنا في العراق تشاهد اليوم انت صحيح في مناطق ناس تذهب على بيوتها، لا احد يأمر، لا انتماء معين الى جهه سياسيه ولا جهه حزبيه ولا الى جهه دينيه، ناس تعلق لانها تريد ان تعلن بان هويتها هو السيد نصر الله. نعم، شخصية السيد حسن نصر الله شخصية مهمة جدا. هل كان يراهن الصهيونيين بعد استهداف السيد حسن نصر الله انه على انهيار منظومة حزب الله؟ اما اليوم لما شاهدنا يعني خطاب نائب الامين حزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم تكلم انه استمرارية الجبهة اعطى رسالة الى كل كوادر حزب الله انه المعركة ما زالت مستمرة، هل كان صهيونيين يراهنون على اليوم انهيار المنظومة؟ هناك قول الإمام الصادق سلام الله عليه يقول الحمد لله الذي جعل أعداءنا من الحمقى والصهاينة حمقى، لو كانوا غير حمقى لاتعظوا من دروس التاريخ القريب، وبذات تجربة حزب الله في عام 92 الصهاينة استهدفوا بعملية نوعية تفاخروا فيها بالضبط. في وقتها استهدفوا السيد عباس الموسوي، وأيضا كانت عملية معقدة ومخطط لها وآلية الاستهداف، وأعطوا للجنرال الذي قاد هذه العملية وسام نجم الداود أرفع وسام صهيون، ندموا بعد أن جاء الشاب الذي كان بعمر 32 سنة اللي هو سيد نصر الله سيد حسن وقاد حزب الله. هم في حينها الصهاينة أعلنوا بأن حزب الله انتهى سيبقى بلا فاعلية، سيد حسن رضوان الله عليه قاد حزب الله وليحوله إلى قوة تطرد الصهاينة من جنوب لبنان بالهزيمة المنكرة والمعلنة وتتحرر في عام 2000 وتتحرر الأراضي اللبنانية، أول أراضي تتحرر أو أراضي عربية إسلامية تتحرر من يد الصهاينة، وأيضا حضر الأسرى وعادوا، وبالتالي ندم الصهاينة على استهدافهم للسيد عباس الموسوي، وهم قالوا لو كنا نبقى على السيد عباس الموسوي. نعم، وهذا بالمناسبة هذا فهم الصهاينة، لكن السيد عباس الموسوي رضوان الله عليه هو قائد عظيم وسيد جليل بالضبط. والسيد نصر الله هو أحد تلاميذه بالضبط، وأقول ايضا الصهاينة سيندمون. نعم، ما هو نوع الندم حاليا؟ هم يتصورون بان ضربة بمستوى استهداف السيد نصر الله ستقضي على حزب الله. انا اقول الضربة كبيرة صحيح موجعة محزنة لنا اكيد لنا، لكن من رباهم السيد نصر الله في حياته من أبناء حزب الله رباهم على أداء الواجب قبل كل شيء ومهما كانت الظروف، هذا أولا. ثانيا،
في منهجية حزب الله أنهم يعدون الخطط لمعالجة كل السيناريوهات المحتملة، فاحتمال استهداف السيد نصر الله، استشهاده، كان أمر قائم. الصهاينة منذ أكثر من 30 عام هم يخططون لقتل السيد نصر الله. قالوا قبل أيام بأنهم في حرب 2006 كان هنالك 3 محاولات حقيقية لاغتيال السيد نصر الله. فبالتالي الذي يعرف هيكلية حزب الله، هرمية البناء عند حزب الله، يعرف بأن حزب الله لن يتأثر بغياب قائد، مع كل الإجلال لأن هذا القائد هو السيد نصر الله، لكن لأن هذا المشروع هو مشروع إلهي كما نؤمن به. نعم. وهم يعرفونه بأنه مشروع عقائدي قبل كل شيء. حزب الله ليس تشكيلا عسكريا وليس تشكيلا سياسيا، هو تشكيل عقائدي قبل كل شيء، يمارس العمل العسكري لأجل عقيدته، لأجل نصرة المستضعفين. الآن بدأت التقارير الإعلامية في الكيان الصهيوني تتحدث عن شخصية السيد هاشم صفي الدين، تتحدث أنه هذه الشخصية عسكرية أكبر بعيد، ممكن السيد حسن نصر الله قريب من الدبلوماسية والسياسة، ممكن الأخذ إلى آخره. هذا السيد يعني كحد السيف، يعني متخوفين أيضا نفس طريقة ممكن اغتيال الشهيد إسماعيل الهنية، وفاجأتهم حماس باختيار السنوار الذي يتمشى معه سلاحه دائما. فهل أخطأت؟ يعني ممكن إسرائيل يعني سيصيبها الندم إذا استلم مثلا زمام الأمور مثلا شخصية مثل السيد هاشم صفي الدين. هذا أيضا من حماقات الأعداء، النهج واحد والمنهجية واحدة والمدرسة واحدة، مدرسة محمد وآل محمد. اليوم سمعنا بيان خطاب كلمة الشيخ نعيم قاسم. نعم، أقدر راح نشرح بيها أكيد أستاذ هاشم عود لك، ولكن دا ينتظر ويانا على الهاتف الأستاذ عائد الهلالي الباحث بالشأن السياسي. أهلا وسهلا بك أستاذ عائد. حياكم الله أخي العزيز، مين التلاميذ؟ الله يحفظك أستاذ عاد. يعني اليوم بعد استهداف السيد حسن نصر الله تغيرت الكثير من الأمور، قواعد الحرب تغيرت. الآن بعض الأخبار التي تصل إلينا أن هناك تحشيد بري على الحدود اللبنانية الجنوبية، هناك قصف بالدبابات الصهيونية على بعض القرى الحدودية اللبنانية، ماذا تنوي إسرائيل؟ وهل هي مستعدة فعلا لعملية برية؟ يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم أخي العزيز ولقناتكم المقرة المشاهدين الأكارم. الله يحفظك. هذا الموضوع يعني ليس بالجديد، إسرائيل ومنذ أيام قامت بتكثيف ضرباتها على الجنوب اللبناني وعلى حتى على الوسط وعلى الضاحية، وتسببت بإحداث خسائر كبيرة جدا، ظنا منها أنها قادرة على إلحاق الهزيمة بالمقاومة وبحزب الله على وجه التحديد، وهي تنتهج أسلوب لربما يختلف عن أسلوب عام 2006. نعم. عام 2006 كانت المعركة البرية واضحة، لكنها عندما اكتوت بنيران الهزيمة في عام 2006 هي لا تريد أن تجازف بذات الموضوع مرة أخرى وتدخل بحرب برية. حزب الله على لسان الشهيد القائد حسن نصر الله قدس الله نفسه تحدث وقال نحن مستعدون، وهو والإسرائيلي يدرك تماما أنهم مستعدون ولديهم أعلى درجات الجهود. نعم. لكن قدر الله ما شاء فعل. الحزب اليوم أيضا لا زال متماسك، لم يستخدم الكثير من قواته. ديلي تيليغراف تحدثت عن أن هنالك إمكانيات كبيرة جدا لأن يستعيد الحزب توازن. سيد نعيم قاسم الشيخ المبجل تحدث برسالة واضحة مقتضبة سريعة، هي رسالة إلى الداخل الإسرائيلي والقيادة الإسرائيلية، ورسالة إلى الداخل اللبناني وكوادر حزب الله، وقال بالحرف الواحد أن الحزب يستطيع أن يستعيد عافيته ويستطيع أن ينتخب أمينا عاما جديدا للحزب. نعم. من الممكن أن تكون هنالك الكثير من الإجراءات والخطوات السريعة التي يعني من خلالها يستطيع الحزب أن يتعافى ويستطيع المواجهة ويكون قادر على مجابهة الكيان الصهيوني. نعم. موضوع آخر، يعني الجميع يتحدث اليوم عن جبهات الإسناد، هل اليوم
حزب الله يحتاج إلى جبهات إسناد خاصة من اليمن والعراق وسوريا، أم الأمر متروك فقط لحزب الله في الجنوب اللبناني؟ لا بكل تأكيد الجبهات الإسناد كانت ولا تزال فاعلة في هذا الموضوع، واستطاعت أن تحقق ضربات نوعية وكبيرة جدا. المشكلة الأساسية أنه الذي يراهن على أنه إسرائيل قادر على تفكيك الجبهات هو على وهم كبير جدا. هنالك حالة من الترابط والتراص في قضية الوحدة، وحدة الساحات. الأمر الآخر يعني فصائل المقاومة لا زالت أيضا لم تسفر عن إمكانياتها بشكل كبير جدا. هنالك الكثير من الإمكانيات اللي تمتلكها، وبالتالي المراهنة على أن يكون هنالك نصر كبير إسرائيلي هذا يعني لربما رهان خاسر بشكل كبير. لا تذهب إسرائيل إلى أبعد لربما من 4-5 كيلومترات، وبالتالي هي لا تستطيع الاحتفاظ بالأرض لجملة من الأسباب. هي داخل أساسا الآن في حرب استنزاف كبيرة جدا منذ 11 شهر، وهي لم تستطيع أن تحقق شيء في غزة، فما بالك بطبوغرافية الأرض المعقدة والأنفاق اللي موجودة كل شيء اللي من الممكن أن يعطي حزب الله قوة مختلفة تماما عن الفصائل الأخرى. أضف إلى ذلك أن الدور الإيراني لا زال مجهول. لم يعلن الجانب الإيراني عن إمكانيات الرد، ولن يعلن عنها في القريب العاجل، ولا ربما أن الاجتياح الإسرائيلي سوف يدفع إيران بأن تتصرف بقوة وحزم لوقف العنجهية الإسرائيلية. نعم، أخيرا أستاذ عائد، تعليقك على دعوة العراق لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية، هل بقى بعض الأشخاص يؤمنون باجتماعات الجامعة العربية؟ هسه العراق هو موقف ثابت وداعم مراتب، لكن هي المشكلة الأساسية العراق اليوم يمرض ولا يموت. العراق الذي كان له دور كبير جدا في حرب 48 67 73، وهذا الدور المحوري والكبير والمؤثر في تغيير معادلات الحروب، اليوم حقيقة يعيش حالة وقد عملت عليها إسرائيل منذ 50 القرن الماضي، واستراتيجية بن غوريون على تسديد النطاق النظيف للكيان الصهيوني من خلال تسديد الجيش المصري والجيش السوري والجيش العراقي. فيتراهن على أنه العراق لربما غير قادر وسوريا غير قادر، لكن العراق يبقى دوره قوي جدا ودعوته واضحة ومحددة أنه يجب أن نذهب إلى عمليات تهدئة وإنهاء حالة الصراع وضغط على الكيان الصهيوني بعدة أساليب وبعدة طرق وبعدة قنوات، ومنها القناة الدبلوماسية والمؤتمرات يعني هذه القمة التي دعا لها العراق، وهي قمة يفترض أن تكون كبيرة، قمة عربية إسلامية، ولربما هنالك تنخرط فيها دول أخرى كبيرة يعني مؤثرة في الشأن السياسي الدولي، وعليها أنه ننتظر إن شاء الله، ولربما أنها ستكون قريبة جدا. كل التحية والشكر للأستاذ عائد الهلالي الباحث بالشأن السياسي على المداخلة في هذه التغطية الخاصة. أعود مع الأستاذ هاشم الكندي. أرد أبدأ وياك مع آخر سؤال سألت الأستاذ عائد الهلالي. الجميع يعلم، الوطن العربي، الشعب العربي يعلم أن الجامعة العربية ميتة سريريا تقريبا. العراق دعا إلى اجتماع طارئ، يعني ما هو الفائدة من اجتماع الجامعة العربية؟ متى أخذت بعين الاعتبار قرارات الجامعة العربية؟ هذه الدعوة هي مهمة أيضا لكشف ولفضح المتخاذلين والذين باعوا قضية فلسطين، على الأقل الذي يدعي بأنه لا يستطيع أو ضعيف عسكريا، على الأقل هو يمتلك الصوت السياسي. للأسف هؤلاء في هذه المرة تحديدا لم يقفوا على الحياد فقط، وإن كان الحياد أيضا مرفوض، والحياد في حد ذاته هو تواطؤ وخيانة، لكن الأنظمة العربية في أغلبها للأسف في هذه المرحلة بعد الحرب العدوانية، حرب الإبادة على غزة، البعض من الأنظمة العربية ذهب ليكون مع الصهاينة ضد فلسطين وضد الشعب اللبناني الآن. نعم. وتحديدا الأردن والإمارات التي أعلنت رسميا بأنها مع الصهاينة وفتحت جسرا بريا لكسر الحصار على الصهاينة. أول أمس كان خطاب الملك الأردني قاسي تجاه الكيان الصهيوني. أنا أتحدث عن المواقف الرسمية. نعم. في نفس الوقت نعم. هذا
الأردني يعني بذكر بالنص أنه لن يكون الأردن وطن بديل لفلسطين وأرفض التهجير القسري لفلسطين. الصهاينة يخافون منه ممكن مو؟ هو في هذه الجزئية على القسوة في هذه الجزئية نعم هو لا يريد الإعلام العربي أو الإعلام الأردني أظهره كفاتح لا يريد أن يزاحم في ملكه وإنما لماذا لم يعترض على القتل؟ لماذا سخر طائرات الأردن لترد الصواريخ التي تنطلق على الكيان الإسرائيلي وصلت؟ نعم. أكثر من هذا هو أعلن رسمياً أن الأردن فتح مخازن العسكرية لتزويد الصهاينة بالقذائف التي يحتاجوها في مواجهة اللبنانيين والفلسطينيين. وكذلك خريطة نتنياهو كانت شاهدة بخلال هذا شيء إضافي. نعم. ايضا وضع نتنياهو الذي يسميه نتنياهو محور الخير ماذا يعني. تسميه القوى الخير الحقيقيه الامر الاخر احنا بشكل واضح عام كامل يقتل الفلسطينيون ويحاصرون من ينفذ الحصار على الفلسطينيين الذي ينفذ النظام المصري هذا واضح يعني ما يرى يعني. اي شيء باي استفسار فبالتالي الدعوة للجامعة العربية أولاً لكي يفضح المتخاذلون نعم لا يتجى أي موقف لكن على الأقل موقف إذا وصلنا إلى موقف إعلامي موقف سياسي على الأقل نعم قنوات للأسف كانت سيئة جداً هذا الأمر ليس بجديد يعني أقول هو الذي ترك فلسطين لمدة عام زين استاذ هاشم عذرا للمقاطعة شرحت وبجزئيات مهمة تكلمنا عن المملكة الأردنية الهاشمية عن الإمارات تكلمت عن مصر لكل دولة لديها ظروفها كمطبعين اليوم رسميا هم مطبعين الأردن ضعيف اقتصاديا غير مؤثرة بالمنطقة وزنها وحجمها لا يؤهلها اليوم للتأثير بالمنطقة الإمارات ممكن إمكانياتها العسكرية بسيطة جدا مصر بأزمة اقتصادية والأمور الداخلية تؤثر عليها ولكن اليوم المفاجئ أن نتنياهو لما أعلن الخريطة بوسط السهم بالقوى الخيرة كانت المملكة العربية السعودية مملكة كبيرة المساحة عدد سكان لا بأس به قوة اقتصادية مهمة جدا منطقة أو جغرافيا دينية مهمة جدا للمسلمين ما الذي يجعل اليوم السعودية المملكة العربية السعودية دولة خانعة خائفة من الكيان الصهيوني مقبلة على مرحلة التطبيع لأن من أوجد هذا الحكم هو النظام الاستعماري الاستكباري البريطانيون وسلموهم إلى الأمريكان وهم يرتهنون بما تريده أمريكا التي تعلن بأنها موجودة في العالم لحماية والمنطقة لحماية الكيان الإسرائيلي نذكر السعودية شنت عدوان على الشعب العربي اليمني قتلا وتدميرا أكثر من عقد تقتل باليمنيين حتى يخضعوا ويكونوا تابعين ويكونوا بعمليات عاصفة ومن تقود ماكينة التطبيع الآن وتدفع الدول العربية للتطبيع هي السعودية وإن كانت لم تعلن هذا الأمر لكنها هي التي تعمل على هذا الشيء نتذكر قبل سنوات نعم. مؤتمر عندما جاء ترامب قبل 5 سنوات تقريبا إلى نعم. مؤتمر الرياض كيف قدمه له مئات الملايين من المليارات وبدأ الحديث عن صفقة القرض كان صفقة القرض نعم. وفي حينها ترامب نقل العاصمة التركيان إلى بالضبط. سفارة القدس الأمريكية إلى القدس بالتالي هو الأمر كله نتنياهو لم يأتي بجديد بالمناسبة هو أعلن شيئا معروفا هي فعلا هذه الدول هي الدول التي تمثل الخير للصهاينة ودول الشر على الصهاينة هي الدول التي أشار لها من إيران فلبنان وسوريا والعراق واليمن صحيح اليوم من ينصر الفلسطينيين من ينصر القضية الفلسطينية يعتبر قوة شر بالنسبة لنتنياهو وهذه الدول تتشرف جميعا بأنها تحارب الصهاينة بينما الآخرون هم مطبعون وأنا قلت في هذه المرحلة تحديدا الجسر البري من الهند من الإمارات إلى السعودية إلى الأردن إلى فلسطين المحتلة إلى الصهاينة هذا جسد طريق بري لفك الحصار بعد أن فرض اليمنيون الحصار على الصهاينة
هذا قامت به دول عربية وبشكل معلن، بالتالي لا يعول عليها، ولكن الدعوة لفضح الصهاينة أمام العالم وأيضا لتحشيد جهود بعض الدول العربية، نعم على الأقل هي بالمعلن واقفة بالبيانات السياسية بالدعوات، هذا أيضا مهم أنه تتحشد هذه القوة لفضح هؤلاء المطبعين والمتواطئ. ذكرنا هذه الدول اليوم العربية، ولكن أيضا يجب أن نذكر لاعب إقليمي مهم في المنطقة مثل تركيا. تركيا الرئيسة من صاحب خلفية إسلامية، يتحدث دائما عن القضية الفلسطينية، ولكن أي موقف حقيقي على الأرض لا يوجد، حتى اليوم ممكن بالدعم المادي أو المعنوي لا يوجد، فقط خطابات. سبب تركيا، هل تركيا أيضا مهددة؟ هل مثلا اليوم الاستعمار الغربي جلب الحكم لأردوغان؟ تختلف القضية. إذا سألنا الأتراك هذا السؤال اللي تفضلت به حضرتك، يقول لك الأولى بهذا الدعم هم العرب. فعلا نعم. إيران ليش ما تجاوب الجواب؟ إيران لأن إيران عقيدتها وتوجهها هو نصرة المستضعفين وحرب المستكبرين قولا وصدقا. تركيا أولا هي دولة علمانية، خلينا نعرف هذا الشيء بعيدا عن أنه خلفية أردوغان من حزب يد إخوان مسلمين بعنوان إسلامي، لكن تركيا علمانية. تركيا لا زالت بدستورها مكتوبة، لا زالت يحكمها الجيش وهو المؤثر فيها. تركيا هي من أول الدول التي اعترفت بالكيان الصهيوني. تركيا تحسب مصالحها بأنها تريد أن تنتمي إلى أوروبا، الاتحاد الأوروبي، ناتو وغيره، وبالتالي هذا هو الهم الأكبر لديها. وتعرف بأن أي تهديد لعلاقاتها أو حتى انزعاج صهيوني من تصرفات تركيا فإنها سيبتعد عن هذا الحلم التي تسعى له بشكل كامل. أقول اليوم الآن بدأ بشكل واضح أنه من يقف مع الفلسطينيين واللبنانيين ومن يتخلى عنهم، لكن العجيب والغريب أنه اليوم أصبح الكثير من الأنظمة، مؤسسات إعلامية، من يدعون بأنهم مثقفون أو نخب، يمارسون ويروجون لخطاب الصهاينة. تتكلم داخليا لو اقليميا؟ لا اقليميا، نعم، وعالميا اصلا. نعم نعم، وداخليا ايضا. داخليا ايضا انا يعني الصدمه الكبرى بعد استشهاد السيد حسن نصر الله، لقيت كثير من الشخصيات التي كانت تدعو الى العلمانيه ممكن تتكلم بالسوء سابقا على فصائل المقاومه وغيرها، كانت تحيي السيد حسن نصر الله. لا هذا الامر يختلف. نعم. انا اقول الان نجد ان الكثير يشيرون باحترام مثلا الى ما قام به جيفارا حتى من الاسلاميين. نعم بالضبط. سيد حسن قبل كل شيء هو ثائر ومحرر ومناصر للمستضعفين، من الطبيعي ان تجد من المحبين له كثيرين جدا. بالمناسبه في لبنان حتى من باقي الطوائف وباقي الاديان يحترمون السيد حسن بشكل كبير جدا، هذا مسألة طبيعية. أنا لا أتحدث عن هؤلاء. نعم. أتحدث عن من يروج لخطاب الصهاينة اليوم، أنه أصبح تخلي عن لبنان وعن فلسطين. حزب الله لن تقوم له قائمة. بالضبط. حزب الله فأكبر من الدولة اللبنانية. حزب الله يتدخل في الدول. هذا هو الخطاب الصهيوني اليوم الإسرائيلي، ينعكس بأفواه المفروض تكون هي أصوات عربية أو حتى عراقية. اليوم من المستغرب من البارحة لليوم تقريبا أنا شاهدت أكثر من 45 بيج على الفيسبوك نفس المنشور، يمكن لاحظت صورة لطهران، هذه المدينة الهادئة التي أبعدت عن نفسها النار والشرار. يعني المختصون عبالك أوردر واحد. المختصون يعرفون أن هنالك شيء اسمه الوحدة 8200 في الكيان الإسرائيلي، هذه تمارس هذه الحرب الإعلامية والإلكترونية، ولديهم جيوش إلكترونية سميهم ذباب إلكتروني. هؤلاء ينشرون ويعممون بذات النغمة بذات التوجه. راح فتشي أطرحها تفضل باعتبارنا بالإعلام تفضل أنتم قريبين أيضا بالإعلام. الله يحفظك.
شاهد خطاب مجموعة من القنوات الفضائية اللي نحن نعرفها وين انتماءاتها محلية محلية وإقليمية. نعم. انتماءاتها وين وتمويلها وين؟ راح تلقيهم في نغمة واحدة. بنغمة واحدة. يعني الأوردر يجي موزع إنه كوبي بيست. بنغمة واحدة. بنغمة واحدة يقولون بأن هذا الأمر به تخلي إيران من خانت. يعني أعطيك مثل بسيط. الفترة الماضية كان التركيز على قانون الأحوال الشخصية فرضاً ولو ابتعدنا عن الموضوع. الجميع. كل الخطابات في كل المراحل تجدهم بمعزوفة واحدة تصدر لهم من جهة واحدة وهم يتحدثون بها ويتحدثون بها. الآن حديث كثير أنه السيد نصر الله أكو خيانة شيعية هي التي وهذا أو أنه تخلوا عنه نفس الشيء ذات الكلام أنه هذا هو التذديد لما يقوله الصهاينة يردد بأصوات عربية. ولكن بالمناسبة كما كان في السابق قد يؤثر مرحليا ولكنه سينكشف قريبا جدا. نعم. ولن يؤثر. موضوع المهم جدا للأسف أخذنا الكلام وتكلمنا بمحاور يعني حتى هذا المحور تحدثنا به ممكن حتى بعيد عن المحور لكن من الواجب أن نتكلم به. الآن العمليات البرية الجميع يتكلم الإعلام وكالات الأنباء تقارير من المسؤولين حتى غربيين أنه نوى الكيان الصهيوني على عملية برية. ما هو الهدف من العملية البرية؟ أولا دعني أقول لك شيء صحيح. لماذا يلجأ الصهاينة إلى العملية البرية إذا كانوا قد انتصروا جويا بالقصف وبالقتل؟ نعم. ليش يذهبون العملية البرية؟ إذن هو يذهب إلى العملية البرية لأنه لا زال لم يحقق أهدافه. بالضبط. شنو هدف الصهاينة؟ عودة مستوطني ومستعمري شمال فلسطين المحتلة، هذا المعلن. صحيح. كل ما سأتحدث به هو ما يقوله الصهاينة. نعم. جيد؟ نعم جيد. عملية برية حتى يرجع الصهاينة اللي الشهيد السيد حسن نصر الله أعطى تعهد بأن المستوطنين لن يعودوا إلى شمال فلسطين المحتلة إلا بإيقاف الحرب على غزة. جيد؟ جيد. نجي. المستوطنين ما يعودون. الصهاينة دي يسوون حرب برية ليش؟ يرجعوهم صح؟ نعم. الآن بدأ القصف المدفعي. بالضبط. غدا فكرتهم عودة حزب جيد. الله إلى نهر الليطان. جيد. تقريبا. هل توقف حزب الله بعد أن قصف بالأسلحة المحرمة وبالبيجر وانضرب السيد ب 83 طن بقنبلة نووية تعادل قنبلة نووية صغيرة؟ هل توقف حزب الله؟ لا مستمر بحث البيانات المقاومة اللحق عليه بل زاد الأمر وصل صفد صفد وحيفة. نعم. وزاد عدد الهاربين هذا أولا. هل انكسر حزب الله تراجع عن مبدأه؟ سمعنا اليوم خطاب الشاهد القناقين قاسم ما أعلنه سيد نصر الله وتعهداته هي ماضية ولن نتراجع قيد أنمله. جيد. الصهاينة فشلوا في غزة. واحد من أبرز أسباب فشلهم في غزة أنه يمحوها يهجرون سكانها هو مشاركة حزب الله وباقي فصائل المقاومة في المحور ضمن مبدأ وحدة الساحات وجبهة الإسناد كما أطلق عليه. نعم. حزب الله الذي يشن عليه العدوان الآن وعلى لبنان بمشاركته في نصرة الفلسطينيين منذ يوم 8 تشرين 2023 عطل أكثر من ثلث القوات الصهيونية برية وجوية وبحرية عن قتل الفلسطينيين. نعم. انشغلوا في مواجهة حزب الله. بدأ تصاعديا كل ما أراده الصهاينة على فلسطين نفذه المحور على الصهاينة. أرادوا إنهاء حماس، تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء. نعم. وأرادوا فرض حصار اقتصادي. حصار اقتصادي فرض عليهم من قبل الأبطال اليمنيين. نعم. حصار الآن من كل دول المحور على الصهاينة من كل اتجاه. بالضبط. والتهجير حصل على المستوطنين أبعدهم أبطال حزب الله والآن الضربات 2 مليون عندك تحت الأرض من الصهاينة. جيد؟ فشلوا بقرار يمني ممكن مليون واحد فشلو. من الملاجئ فشلوا. نعم. في جبهة الجنوب. نعم. جاءوا إلى جبهة الشمال
قتل بجرام كبير جدا. وفي كل هذا العرب صامتون، الأنظمة العربية صامتة جيد، والعالم يتفرج أغلبه، وأمريكا مشاركة في الحرب وإدارتها. جو يقصفوا هذا القصف الإجرامي، الآن القصف أيضا فشل، ولهذا من اضطروا التوجه للبر، طول البري حقول لك على البري. نقدر ناخذ الاستاذ حيدر البرزنتي ونشرح على البر، اعطيك الدقائق فقط حتى لا تنقطع الفكره. تفضل تفضل. الاستاذ حيدر، الاستاذ هاشم، المون على دكتور حيدر. اصدقاء وخلي المون على دكتور حيدر. نعم تفضل. البري حتى سريعا، البري ليس امام الصهاينه الا خيارين، يا اما تدخل قوات بكتل كبيره الويه افواج وغطاء جوي قوي، لا قطاع جوي موجود، لا تدخل بكتل كبيره افواج او الويه في هذه الحاله سيسهل ضربها، عندك كتل عسكريه كبيره متجمعه امامك، اضافه الى الجغرافيا اللبنانيه اعلى من الجغرافيا الفلسطينيه، او لا تدخل بمجاميع صغيره ايضا ستضرب وستؤسر. نعم هذا خيار ثالث. والصهاينه لديهم تجربه في الحرب البريه في عام 2006، كانت مقبرة الدبابات الميركابة بالضبط صح. وأصبح رعب للصهاينة. وأنا قرأت قبل 20 يوم تقريبا مش كانت التلويحات بهذه الحرب البرية، أنه الآن الجنود الصهاينة في كل القوات البرية هم أبناء من كان في عام 2006 ونقلوا لهم نفس الرعب، والآن هم مرعوبون صح. والجميع يعرف بأن حزب الله لديه القوة الأولى في العالم ككوماندس في الحرب البرية، هذا باحتراف الأمريكان والصهاينة، وهم يعرفون أرضهم قوة جيدة. الرضوان أعود أرحب بالأستاذ حيدر البرزنتشي الباحث بالشأن السياسي. أهلا بك أستاذ حيدر. أهلا ومرحبا، حياكم الله. حياكم الله دكتور حيدر. الله يحفظك. سأل السؤال الأستاذ هاشم الكندي على الموضوع الهجوم البري المتوقع للكيان الصهيوني على الأراضي اللبنانية. أستاذ هاشم تحدث أنه بسبب الفشل بضرباته الجوية وتحقيق أهدافه سيتجه إلى عمليات برية، هل تتفق مع هذا الشيء أو لديك تحليل آخر؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لجنابك ولمتابعي قناتكم ولجناب الأخ العزيز دكتور كندي، حياكم الله. حقيقة ما تفضل به الدكتور واقعي وميداني وموضوعي، بعيدا عن كل التوقعات أو التحليلات البعيدة عن أرض الواقع. فشل الكيان بتحقيق أهدافه العسكرية في من خلال ضرباته الجوية وسلسلة الاغتيالات التي طالت سماحة السيد حسن نصر الله الشهيد القائد ورفقائه في قيادة حزب الله، نعم هناك دلالة أنه هذا الأمر الذي كانوا يتوقعون أو يتصورون أنه ممكن أن يحقق نصرا وإن كان وهميا، لكنهم فشلوا في ذلك، وبالتالي لجأوا إلى العملية اللي يسموها العملية البرية المحدودة. وأنا أعتقد هذه العملية هي فرصة كبيرة لكسرهم و إظهار حقيقة ما يدعون. نعم. فهناك تجارب عديدة حقيقة، ليست التجربة الأولى، في عام 1982 الاجتياح إلى بيروت، وكذلك في حرب تموز 2006 وتحرير الجنوب اللبناني وإبعادهم عن الليطاني، كل هذه كانت تجارب، لكنه القدرة العسكرية التي كان يمتلكها حزب الله في ذلك الوقت اليوم تختلف تماما. نعم قد يختالوا قائد هنا أو هناك ويحدثوا ضربات جوية، يحدثوا آثار تدميرية في بقعة جغرافية معينة، يستهدفوا مجموعة من المدنيين، مدارس، مستشفيات، لكن على الأرض لم يحققوا شيء. الدليل في غزة الآن عجزوا عن أن يحققوا نصر، أو لا أغسنيه نصر، إنما أي منجز عسكري على الأرض عجزوا عن تحقيقه، فكيفما في جنوب لبنان. قبل 3 ساعات كتائب القسام كانت لديها عملية. أحسنت. نعم. إذن لا، في يوم إعلان استشهاد السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه كانت هناك رشقات صاروخية لم يتوقف، لكن المشكلة أنه وصفها السيد الخامنائي أنه الإعلام كله معهم،
عربيا واجنبيا وسرديات صهيونيه ومتصهينين عرب اللي يحاولون ان يثبطوا من معنويات وعزيمه المقاومه، رغم كل هذا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. والنصر حليف الذين امنوا، وهناك وعدا الهي نثق به تماما. نعم. الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بالنصر، وهذا ما حصل من السنن الإلهية والتاريخية في معركة أحد ثم الخيبر، وكان تعرف حضرتك ثل قليل مؤمنة، متى كان الحق هم الأغلبية. بالنتيجة على الواقع الميداني اليوم وفق النواميس الطبيعية وفق المعادلات الموضوعية الميدانية لن يحققوا شيئا مطلقا، وهذا ما مو أتوقعه، ما متيقن منه بعزيمة المقاومين في لبنان، بعزيمة المساندين لمحور المقاومة، بوحدة الساحات التي أكدها وثبتها سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، ستنتصر المقاومة حتما. إن شاء الله. إن شاء الله. كل التحية والشكر للأستاذ الدكتور حيدر البرزنتي الباحث في الشأن السياسي. شكرا في أمان الله وحفظه. أعود إليك دكتور بالدقائق الأخيرة للبرنامج، تقريبا أقل من دقيقتين. إيقاف الحرب بيد من؟ بيد الكيان الصهيوني، بيد الولايات المتحدة، بيد حزب الله، بيد محور المقاومة، بيد الجمهورية الإسلامية في إيران، بيد من؟ إيقاف الحرب يرتبط بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني. هذا قرار اتخذه المقاومون في محور المقاومة، ولا حياد عن هذا الأمر، ولا حياد عن هذا الأمر، ولن يتوقف المقاومون عن ضرب الصهاينة مهما كانت النتائج، مهما كانت التضحيات، مهما على إجرام الصهاينة. هذه ليست عبارات إنشائية ولا خطابية، لكن هذا متابعة وهذا معرفة بما أعلن. لو نرجع إلى خطاب الشيخ نعيم قاسم، صح، هذا هو هذا المضمون، لا تراجع عن كل ما تعهدت به المقاومة الإسلامية في لبنان، في العراق، في سوريا، في اليمن، وفي أي مكان في العالم، وكذلك الجمهورية الإسلامية كمحور أساسي. نعم. هذا هو الأساس، هذا ما طلقنا. وأيضا لن 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 ثلاثة يترك لن. نعم. يترك شيعة علي بن أبي طالب فلسطين كما قالها السيد نصر الله قبل سنوات عندما كانت المواجهة الإرهابيين في سوريا، قال بالنص: نحن شيعة علي بن أبي طالب لن نتخلى عن فلسطين. المناسبة هنا الشيعة ليس معناه المذهبية، محبين لما، وإنما النهج والمدرسة. بالضبط. من سار على نهج علي بن أبي طالب اللي هو نهج رسول الله صلوات الله عليه، شيعتهم لن يتخلون عن فلسطين، لن يتخلون عن المظلومين، لن يتخلوا. وبتاريخ السيد حسن نصر الله أي وعد يقول بخطاباته وغيره يتحقق. أنا إلى الآن كنت شاب صغير عام 2011 لما كانت الأزمة السورية، وعد بحماية سوريا ووعد بالوقوف مع سوريا الأسد إلى آخره، ونجح. يعني ما يعني كل وعوده دائما كان يطلقها كانت تتحقق، لأن وعوده تستند إلى ما تربى عليه في مدرسة محمد وعلي محمد، الذي تقول له وتعلمه بسم الله الرحمن الرحيم: إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذه هي الأساس، ونحن مطمئنون بشكل كامل إننا إن شاء الله ننصر الله وننصر المستضعفين الذين أمرنا الله بأن ننصرهم. فالنصر حليف. وخليني أذكر شيء سريع. نعم. قبل أن تختم، اتفضل. أنت ذكرت الحرب سوريا، ولعلك في عام 2006 الله يديم حياتك لربما، لكن أنا في عام 2006 كنت متابع جيد، عمره 12 سنة. الله يمنحك. الله يخليك. كان في 2006. لكن أنا أقول اللي عاشوا 2006. نعم. الله يحفظ أولادنا
اللي ما عاشوا 2006. نعم. أتمنى يرجعون ليوميات 2006، سيجدون بأن الظروف كانت أصعب. أصعب نعم. الصهاينة بقدرات أكبر والمقاومون كانوا بقدرات أقل، وفي حينها فعلا بلغت القلوب الحناجر وانتصر المقاومون بنصر كبير جدا، وكان حزب الله بعد 2006 قوة إقليمية تقف في وجه الصهاينة. دعني أقول شيء. تفضل. يسجل عليه إن شاء الله. نعم. بعد هذا الأمر إن شاء الله سيعلن انتصار كبير، وسيكون حزب الله والمقاومون قوة عالمية وقطب عالمي إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. يرونه بعيدا ونراه قريبا إن شاء الله. إن شاء الله. كل التحية والشكر إليك أستاذ الدكتور هاشم الكندي الباحث بالشأن السياسي على كل هذه المعلومات ومداخلاتك المهمة جدا وحضورك لقناة الأيام الفضائية. شكرا. شكرا لتشريف هذا اللقاء. أحبتي المشاهدين، أيضا نشكر الأستاذ عائد الهلالي اللي أيضا كان هناك اتصال مع تغطيتنا، وأيضا نشكر الأستاذ حيدر البرزنش الباحث بالشأن السياسي. قناة الأيام مستمرة بتغطياتها، ولكن اليوم هي آخر تغطية لهذا اليوم. غدا أيضا بنفس وتيرة العمل والتغطيات ومواكبة الأحداث انتظرونا. إلى هنا تنتهي هذه التغطية، نلتقيكم بتغطيات أخرى. إلى اللقاء.